شو هي أهم توقعات الفلك لموالد العقرب على الصعيد المهني بشهر تموز جولاي يوليو؟ يا عزيزي، هالشهر بيضمد جروحك وبيوعدك بفترة أفضل بكتير مع ميركور والشمس ببرج السرطان، ثم مع مارس ابتداء من تاريخ 11 ببرج العذراء. انتقال الشمس وميركور لبرج الأسد ليلتقوا بفينوس في البرج نفسه بشكله طالع بعده بيهددك، بيولد ضغوطات بالمقابل. لكن رغم هالشي تشعر انك اقوى بهالشهر، تصور، لانه في كواكب اخرى مثل ما قلت لك بالاول بتكون داعمه لإلك، وهالوضع الفلكي برمته بخليك اكثر وعي لما يجري واكثر قدره على الامساك بزمام الامور. بتفاوض، بتسافر، بتلتقي باشخاص مفيدين جدا، بتناقج ملفات بغايه الاهميه، ورغم بعض الصعوبات بتتوصل لفك بعض الرموز وكسر بعض الحواجز بعيدا عن التهور. بيصعب قرار باقصائك عن مهمه او عن مركز، في قرار بيسقط وكان عم بيشتغل ضدك. تحكم القبضة أنت على شؤونك وعلى ملفين مترابطين يمكن يحاول البعض تحويلهم لنقاط للاحتكاك. بيشن عليك البعض حرب عبثية هو ما بيعرفه، مثلا أنه ما حدا بيسلم من عقوباتك أيها العقرب، وأنك تنتقم بالوقت المناسب ولو تأخر شوي. من لفريق قوي بيساعدك بطرح مشاريعك وتعزيزها. يقال ان الشخص الاخطر هو الشخص يلي بيستمع وبيفكر وبيلاحظ، وهيدا الشيء رح تقدم عليه حاليا حتى تجمع معلومات بتوظفها بالمكان المناسب. اما مؤامرة الاعداء فما رح تكون الا طبخة بحص بينهزمه قدامه وقدام ارادتك القوية. بتتحلى بقدرتك على تحدي الصعوبات بأي وقت، وبالنصف الثاني من الشهر بتساعدك السماء على هالشي. صحيح أنه معاكسات برج الأسد والكواكب فيه لح تبقى مستمرة، بس أنت واعي لكل شيء وبتدرك أمتين بتكون العروض مهمة ويمكن تتلقيها بفرح بهالشهر. قدرة المشاريع مهمة جدا، بتشوف انه الميزانية المطلوبة لمشروع لك بتفوق قدراتك المالية. هالشي بيخلي الاخصام يستقوا عليك، بس انت رح تشتغل على تصحيح الامور ودراسة الاحتمالات يلي بتحد من المخاطر. كمان بدي اقول لك بالاخر انه في بعض الناس رح يختلقوا اخبار كاذبة بتصير غضبك وبتخليك وبتلهيك بهالوقت عن الرد والسجال. ما تنجر للعبتهم، عرف أولوياتك ووظف جهودك بالمكان المناسب. ماذا على الطريق؟